هعمل الكفته المشويه، كفته طريقتها بتطلع زي الحياتي بالظبط ويمكن احلى. مقاديرها بسيطه جدا وسهله، هنشوف دلوقتي نعملها ازاي مع بعض. طيب معايا نص كيلو لحمه مفرومه، تمام. اللحمه هنا بقى دهونها شويه قليله، فهستخدم ايه؟ ليا ضاني. ممكن اعمل نفس الكلام في الحواوشي. 100 جرام ليا، بصله مبشوره ومتصفيه. في الكفته بصفي البصله مش زي الحواوشي، بحطها زي ما هي، تمام. ملح وفلفل وجوز الطيب وبهارات لحمه، ونص رغيف عيش بلدي، ونص كوبايه ميه، وكمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، وميه البصل اللي صفيتها من البصل ذات نفسه بحتفظ بيها، وكمان معلقه كبيره من صلصه الطماطم. هعمل ايه اول حاجه؟ نشيل دي. هاخد نص رغيف بلدي لنص كيلو، تمام، واحط عليه الميه. بس هي الحاجه بعيد قوي، فانا ايه هحاول اقربها كده. احط عليه الميه، ميه لازم يعني يفضل تبقى دافيه، تمام. هاخد بعد كده، خلينا نمكس الحاجات في بوله عشان الكميه ما تبقاش كبيره. اهو هسيب العيش ده يطرى كده، هشيله ونستخدم اللي بعده. عندي اللحمة المفرومة اهي، نفس الكلام اللي عملته بالظبط في الحواوشي مع اختلاف باقي المكونات. ومعايا البصل مبشور ومتصفي، والبيكنج باودر بيدي نتيجة خرافة، نسبة قليلة مش كتير. بهارات لحمة، سن جوزة الطيب زيادة شوية عن العادي، وكمان الملح. طيب واحط كمان اللي هي الضاني اهو. دي كده الكفته المشويه او كفته الحياتي زي ما بتاكلوها من بره واحلى. واعجن كل الكلام الحلو ده مع بعض. كويس قوي قوي قوي، وكتروا برضو الفلفل الاسود بيدي طعم حلو جدا فيها. دي بقى لازم اعجنها، يعني لازم اعجنها في الكبه. ناخد كده الكميه، هنعملها برضو على 3 مرات، ممكن مرتين، يعني ممكن دي نعملها على مرتين. تعالوا بقى نقفلها وناخد اهو. عايزة عجنة كمان. طيب احنا قلنا نقسمها على نصين، فانا هحط مثلا ربع الرغيف هنا اللي احنا نقعناه في الميه او في الحليب، اعصره كويس جدا من اي ميه موجوده، وده بيديه نتيجه روعه للكفته. اديني عصرته من الميه واروح حاطه. ممكن احط كله واعمل لهم ميكس بعد كده بايدي على طول واحنا شغالين مع بعض. تمام، تعالوا نزود حبه كمان ونبتدي نكمل عجن. يبقى حطيت العيش بعد ما بليته في الميه، واكمل عجن تاني. شايفين لمت ازاي كوره؟ هو ده اللي انا عايزاه بالظبط عشان تنعم معايا واللي هي تتفرم شويه. بس كده زي الفل. شوفوا بقى الفرق بين دي ودي، بصوا كده، دي خشنه خالص واللي هي باينه فيها، دي ناعمه جدا وزي الفل. انا عايزاها تبقى ناعمه، تبقى زي دي مش دي. طيب انا باخد عندي في خلطه تلميع قلنا عليها في بدايه الحلقه، اللي هي عباره عن ايه؟ ميه البصل وشويه من صلصه الطماطم وشويه من الزيت وملح وفلفل وبس، ما عنديش حاجه تانية، ملح بسيط جدا. شايف دي بس طعم حلو للطبقه اللي بره اهي. دي التفريز. طب انا افرزهم لازم يكونوا بعاد عن بعض بنفس الشكل اللي احنا عاملينه في الاكياس كده. عندي دي متسيخه او محطوطه في الستكس، ويفضل ان احنا ننقع الاعواد الخشبيه دي في ميه مغليه لمده 10 دقائق احطهم فيها، عشان لما اجي اسويه على الفحم او على الجريلا او ايا كان التسويه الخشب ده ما يتحرقش، فمش هيتحرق بان انا هنقعه في الميه، تمام. هحطهم كده مجمدين وهم بعاد عن بعض. بعد ما يبتدوا يتجمدوا على صورتهم وهم بعاد عن بعض، اقدر ان انا اجمع الكيلو كله في كيس، لكن ما اقدرش ان انا اخزن الكميه كلها في كيس واحد ويبقوا ملزقين مع بعض. لما يجوا يفكوا هتلاقيهم عجنوا، فلازم ان انا اجمدهم على الصوره دي. عندك وقت هتعمليها كده، هتعمليها عجينه في كيس. عندك يعني مع الوقت مزنوق، يبقى هسيخها واعمل بنفس الفكره. نسينا نكتب هنا التاريخ والحاجه، هنكتبهم بعدين. انا باخد بايدي من الميه اللي بالبصل، ميه البصل وصلصه الطماطم وشويه ملح وفلفل وزيت، وببتدي اعمل كده. واخد من عجينه الكفته
ويفضل يبقوا خلتين بتبقى احسن. واعمل كده طبعا، يعني يفضل ان انتوا تدخلوها تشمع شويه في الثلاجه عشان تديكوا نتيجه حلوه، رغم انها ما سقعتش، احنا اشتغلنا بيها قدامكم على طول، لكن شايفين الجمال، احلى كفته حياتي ممكن تاكلوها في الدنيا، متماسكه جدا، ريحتها خطيره وتحفه. بس كده.